بسم الله الحمد لله ربنا أمنا أوامرك حتى نخطاها ونشهد في استجابة لها وجعلنا نفهم ما نهيتنا عنه حتى نبتهي لكي لا نغيبك يا مولانا. كل نفس ذائقة الموت وأبلوكم نختبركم نذكركم وتستا ونبلوكم بالشر والخير البلوى بالشر والمآون بالبلوى بالخير فهذا الخير يزيد كفرك حتى الشر يزيد كفرك أشبيني باقي أنا مضروب وغيري في راحة واطمئنان وأنا دايما في الخوف والرعب والهول ونبلوكم بالشر والخير. هالبلوى هذه لأمرين متنقلين حتى الإنس والجن ما يجب أن يفلت منها يجب أن تمر بالنقلين مرة ديو مرة ديبا أو بوصوتي أو أليغريس اتترا إي بطر مومو بجنب أنفس ونبلوكم بالشر والخير. وهذا البلوى هذه كيفاش وصفها مولانا سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله قائل في حكمه وتبليغاته وسننه وأوامره ونواهيه والسلام والتمام والكمال على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبد الآبدين. آمين يا ربنا يا كريم.